قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وينغ إن الحكومة ستعين مستشارا خاصا في التحقيقات بالغارة الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل 7 من موظفي الإغاثة بينهم أسترالية. وطلبت الوزيرة من حكومة الاحتلال العمل معها لضمان الثقة الكاملة في التحقيقات. This can't be brushed aside. لا يمكن تجاهل هذه الغارة الجوية على قفيلة المساعدات. لقد أثار الناس مخاوف لبعض الوقت بشأن ما يحدث فيما يتعلق بالعاملين في المجال الإنساني. لقد كان هذا فشلا فادحا في منع الاشتباك. نتوقع أنه إذا وجد التحقيق أن أفراد الجيش الإسرائيلي لم يتصرفوا وفقا للقانون أو الإجراءات، فسيتم اتخاذ الإجراء المناسب ضد هؤلاء الأفراد، ونطالب أن يتم الإعلان عن هذه الإجراءات. أنا لا أستبعد أي شيء في ذلك أو خارجه. سيكون هذا سؤالا حول ما إذا كانت الحقائق تستحق ذلك، ونعني هنا المسؤولية الجنائية. وما أود قوله هو أنه ينبغي اتخاذ الإجراء المناسب. يجب التأكد من الحقائق، وبمجرد ظهور الحقائق سوف يتم التأكد من ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة. وأود أن أقول مرة أخرى ما قلته من قبل، إسرائيل ملزمة بالعمل بالقانون الإنساني الدولي.